ماذا بك يا صديقي؟ لماذا انت متشائم؟ ايه العشم كان واخدك انك فعلا تنافس على الليجا لحد رمك الاخير؟ لا معلش، ما احنا جايين وعارفين من اول السيزون ان احنا مش منافسين على اي حاجه خالص اساسا عزيزي. احنا عندنا 2 مساكين احنا نفسنا ما نرضاهمش لعدونا. اه والله العظيم بجد، يعني انا ما ارضاش ريال مدريد في يوم من الايام يكون عنده خط دفاع فيه ايريك جارسيا وكليمون لانجلي، والله العظيم 3 ما ارضاها لهم، وعزه الله ما ارضاها لهم. تخيل بقى الاثنين دول عندنا 2 مساكين، وجوردي البا باك شمال والناحيه الثانيه سيرجيو ديست. يعني سبحان الله، من اول الموسم قاعدين نقول يا جماعه الدفاع، يا جماعه الدفاع، يا جماعه الدفاع، يا جماعه الدفاع، يا جماعه محتاجين لعيبه في الدفاع، يا جماعه محتاجين لعيبه في الدفاع. وانت مقتنع ان امتيتي وكليمون لانجلي هم اللي هتعرف تحطهم في الملعب لو في حد اتصاب عندك، يعني لو بيكيت اتصاب او اروخو اتصاب او موقوف، هتضطر انك تلعب لانجلي او اريك جارسيا. انا عمري ما اقتنعت ان اريك جارسيا صفقه ناجحه، ولا تاني وتالت ورابع. انا عمري ما اقتنعت باريك جارسيا ولا بصفقه فيران توريس، بس فيران توريس كان بيديني ماتشات كنت بحس ان هو جاي. بس بصراحه بعد غياب بدر النهارده الموضوع كان صعب جدا. نص الملعب مفيش ابداع، مفيش لمسه جماليه تقدر ان هي توصل الناس اللي على الاطراف، اذا كان ديمبيلي ولا لعيب زي فيرون توريس ولا حتى ممفيس ديباي ان هو بيلعب سترايكر النهارده. يعني انت عاقبت اوباميانج علشان خاطر كان سيء الماتش اللي فات. طب بالنسبه لفيرون توريس، يعني بالنسبه لفيرون، يعني هو فيرون كان حلو الماتش اللي فات واحنا يعني كنا عميان ما شفناهوش. الفرقه حرفيا بعد غياب بدري شغاله على عثمان ديمبيلي بس. عثمان ديمبيلي هو المنفذ الوحيد ليك هجوميا. عثمان ديمبيلي هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يخلق لك فرصه على الجون، حتى لو راح ضيعها عادي، بس عثمان ديمبيلي اللي يقدر يروح على الجون ويقدر يسجل ويقدر يكون حاسم. في غياب لعيب زي بدري بيقدر ان هو يكون دينامو في نص الملعب مع حريه هجوميه، ما بقاش فيه بجد، لان جافي ما بيعرفش يعمل الدور ده، جافي مش مؤهل ان هو يعمل الدور ده دلوقتي. هنرجع تاني وثالث ورابع ونقول اصل عنده 17 سنه وما ينفعش ان احنا نحط عليه حمل زياده ولا نحط عليه امال عريضه، تمام؟ نسيبنا من جافي. فرانك ديونج راجل بتاع اختراقات، راجل مش لو حطيته ناحيه الشمال هيلعب وناحيه اليمين هيلعب، حطه ورا فيران توريس شغال، حطه ورا عثمان ديمبلي شغال. فرانك ديونج هيلعب السهل الممتنع، هيباصي وهيتحرك ويستلم ويباصي ويتحرك، هيحاول ان هو يروح قدام علشان خاطر يلعب بدماغه، هيحاول ان هو يخترق على قد ما يقدر. انما تمريرات ابداعيه ولمسات جماليه وتصويب والكلام ده مش موجود، مش موجود خالص. ممكن يكون عنده سرعه علشان خاطر يخترق بيها، بس مش موجود فكره ان هو يصوب. التكتلات اللي كان عاملها في كره الشوط الاول نقول ان هو يصوب، لا مش هيصوب، ما هو مش هيصوب، لا هو ولا جافي هيصوبه. طب ممفيس ديباي تايه، ما ننزل اوباميانج او نطلع حتى فيران توريس وننزل اداما ونعدلها ونودي عثمان ديمبيلي يلعب شمال واداما يلعب يمين. والله الكلام ده جميل، بس تشافي مقتنع ان فيران توريس هو اللي هيحل كل المشاكل الهجوميه اللي موجوده في برشلونه. عاش شيف، والله عاش جدا والله على الافكار الجميله، عاش والله على الشغل العالي ده. بس للاسف الشديد الشوط الثاني اول ما بدا لقينا اللي احنا كنا خايفين منه حصل، وهو ايه؟ خط الدفاع. خط الدفاع عزيزي، خط الدفاع. الهدف بتاع لوكاس بريز ده عبقريه والله العظيم عبقريه. كره مرفوعه عرضيه اتلعبت بالدماغ، تير شتيجن صدها، ردت للراجل، تير شتيجن صدها، الثالثه ايريك جارسيا والانجليزي يبصوا لبعض يقول لك هو ما صدهاش ثاني ليه؟ وما مسكهاش ثاني ليه؟ مفترض ما مسكهاش ليه؟ طب وبالنسبه ليكم انتوا بقى؟ لا الكرة صعبة بعيدة علينا. طب نفس الحالة هي تكررت في دقيقة 89 أثناء هجمة برشلونة، في كرة ردت برضو بنفس الطريقة، بس 2 مدافعين قادش كانوا أسرع من جافي. 2 مدافعين قادش، تخيل أنت قادش، 2 مدافعين قادش كانوا قادرين ان هم يتعاملوا مع الحاله اللي فشل في التعامل معاها لعيبه برشلونه، اللي هو مفترض ان دي فرقه بتنافس على الدوري والكلام ده. قادش اللي هو بينافس على الهبوط حرفيا، فرقه قادش عندها 2 مدافعين بيعرفوا يتصرفوا في حالات دفاعيه مدافعين برشلونه ما بيعرفوش يتصرفوا فيها. انت متخيل الوضع بالنسبه لنا عامل ازاي؟ بس بالنفس على الدوري. دوري ايه يا ابو دوري؟ دوري ايه؟ انت بتصدق انت مشكلتك انك بتصدق لابورتا من ساعه ما جه. وقعد الله يا ابني بقالي سنه بقول لك ان لابورتا كداب وبيبيع الوهم. قلت لك ان لابورتا كداب من اول موضوع ميسي، ما صدقتنيش. خلاص بقى معلم، افضل مع لابورتا ان احنا هننافس على الدوري وان شاء الله قدمون. قدمون يا ابو قدمون، احنا خط الدفاع ده احنا اخرنا، يعني احنا نروح قدمون لحد نص ملعب المنافس. انما مفيش. اكتر حاجه بقى خنقتني انا موضوع التغييرات ده. موضوع التغييرات، اول تغييره بالنسبه لتشافي فرانك ديونج ونزل فرانك ديونج ونزل مكانه لوك ديونج وادام تراوري وكليمون لانجلي، ورحل لعيب زي جوردي البا يلعب مساك وهيسلم الطرف كله لعثمان ديمبيلي، والطرف هناك هيشيله سيرجينو ديست وادام تراوري. بعدها راح مطلع سيرجينو ديست ومنزل من جيزا، اللي هو طب انت عملت تغيير علشان خاطر تخاطر صح؟ وبعد كده رحت قررت ان انت لا مش هتخاطر علشان خاطر بيجي عليك هجمات، اللي هو الله وعاد الله بيتعلم.
والله العظيم بيتعلم، بس كالعادة يعني تأثير تشافي والايكون والاسطورة وكلام كتير قوي هيتقال على تشافي. وانا برضو هرجع تاني واقول لك ان تشافي في الماتش اللي فات قدام انتراخت فرانكفورت لعب 10 دقايق من غير سترايكر، وراح على فيرن توريس سترايكر، وهو كان عارف ان هو هيطلع فيرن توريس علشان خاطر فيرن توريس اللي عارف يلعب سترايكر وعارف يلعب جناح. في 10 دقايق تشافي بيضحي بيها، 10 دقايق تشافي بيضحي بيها، بيبقى عنده فكرة بيحطها وبعد كده بيعرف ان الفكرة فشلت فبيجي مرجعها تاني. اللي هو طب انت طلعت مساك ليه ونزلت تاني سيرجينو ديست وطلعت ديست ليه وهو بيعمل وجبات هجوميه ونزلت منجيزة ليه؟ هل منجيزة هيلعب عرضيات افضل من سيرجينو ديست؟ لو دي افكارك الهجوميه فالحمد لله ان احنا هنوصل دوري ابطال اوروبا ومركز تاني. انا راضي ومبسوط جدا باللعيبه دي وبالمدرب ده، انا راضي ومبسوط ان انا اصعد دوري ابطال. انما منافسه على دوري والكلام الكبير ده، لا الكلام ده بيع وهم للجمهور لا اكتر ولا اقل. خنقتك انا زعلتك، بس عايز اقول لك ان انا بتمنى ان عثمان ديمبلي يجدد عشان بنبوز لو ما جددش، وكمان احنا ترسانة الاسلحه الخربانه اللي قدام دي اذا كان لعيب زي ادام تراوري ما بيجيبش جوان، ولا فيرن توريس، ولا ممفيس ديباي، ولا بيري اوبيانج، احنا على الله على الله حكايتنا والدنيا بالنسبه لنا هتكون صعبه خالص السنه الجايه. مبروك الدوري ريال مدريد يا عم، ياخدوش بعض يعني مش دوريات يا عم. احنا نرجع تاني للزمن الجميل، زمن المنافسه الجميله اللي هو اخرنا ننافس ونقعد نتفرج على ريال مدريد بياخد البطوله بس.